زار وزير الخارجية الإيرلندي معبر رفح وتفقد المساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة زيادة تدفقها إلى غزة مع استمرار العمل على وقف إطلاق النار. تعمل مصر من خلال مسارين متوازيين على تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة. المسار الأول ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ودخولها إلى القطاع عبر معبر رفح البري من الجانب المصري، وكذلك معبر كرم أبو سالم الذي أضافته القاهرة ونجحت بجهود دولية أن تضيف هذا المعبر إلى معبر رفح البري حتى ترتفع أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع. فوفقا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما يقرب من 300 شاحنة تدخل قطاع غزة عبر المعبرين يوميا. المسار الثاني ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية التي تتحرك فيها مصر من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء الفلسطينيين. في معبر رفح البري زيارة لوزير خارجية أيرلندا، والذي كان قد التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، وحرص على التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار ومساندة الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية والعمل على زيادتها والعمل على تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار. أحمد مصطفى، الغد، معبر رفح البري.